يلا بسرعة قبل ميعاد السحور نتكلم على مستشفى أهل مصر للحروق اللي افتتحت منذ أيام قليلة. دكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي افتتحت مستشفى أهل مصر بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة ومجلس أمناء أهل مصر. ده أول مستشفى لعلاج الحروق بالمجان في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا على مساحة 45,000 متر مربع. والحقيقة أنه يعني السويدي عملت مجهود كبير جدا سنوات وهي بتعمل بتجمع التبرعات بتدعم من أجل أن احنا يكون عندنا هذه الرعاية والخدمة الشاملة والتأهيل للمصابين. دكتورة هبة السويدي مؤسس ورئيس مجلس أمناء مستشفى حروق أهل مصر. يا هبة مساء الخير، وأنا أولا مبروك وأسفة أني ما قدرتش أجي الافتتاح، ولكن اللي أنا شايفاه ده شيء عظيم ومبهر. حبيبة قلبي يا لميس، ربنا انت كنت من اوائل الناس اللي شاركوا معايا في المشروع ده من اول يوم والله. ده حقيقي. قولي لي المستشفى وانت طيبة، يعني كام سنة بتحضري للمستشفى؟ وانا شايفة شيء فعلا يليق باهل مصر. احنا ابتدينا بالضبط في الحفرة في شهر 12 2018، وقبليها كنا بنفضل ان احنا اولا نعرف الناس بالمشكلة في المجتمع برضه المصري، ما كانش على درايه بمشكله الحروق وقضيه الحروق قد ايه شائكه. فاحنا بقالنا كذا سنه عارفه كنا بنحفر في الصحراء عشان نعرف الناس بالمشكله، وفعلا ابتدينا في اخر 2018 في الحفر، والحمد لله رب يعني عدى علينا جائحه كورونا وحرب اوكرانيا وكذا مشاكل وتحديات، بس الحمد لله الحمد لله اعتقد ربنا قدرنا وعملنا حاجه كويسه تليق بالناس دي وبخدمة ضحايا الحروق. يعني انتوا كنتوا بتقدموا الخدمات حتى قبل الافتتاح الرسمي للمستشفى؟ بالظبط كده، احنا بقالنا احنا معانا 11,000 حالة بنعالجهم تحت اشراف الفريق الطبي لمستشفى اهل مصر بقالنا 3 سنين تقريبا الحمد لله. كلميني عن الدكاترة، كلميني عن الطاقم الطبي. والله انا مش عايزه اكلمك، الاخوه النهارده جات لنا حاله، يعني احنا الحمد لله من ساعه ما فتحنا دخلنا اكتر من 20 حاله لغايه دلوقتي. يعني ومن شويه دخل حاله وكنا واقفين معاه طفل 14 سنه للاسف ولع في نفسه بالجاز. يا ساتر طبعا نفسه بس ولع في نفسه. فالحالات مؤلمه جدا، الحمد لله ربنا وفقنا في طاقم من الاطباء والتمريض يعني كلهم خبرة ويعني وقاعدين بجد عشان خاطر يخدموا العيانين دول. ربنا وفقنا بالبروفيسور نعيم مؤمن، دكتور مؤمن هو مرجعية الحروق في العالم كله ورئيس الجمعية الدولية للحروق ومصري الأصل، وأول ما عرف بمشروع المستشفى تقريبا من 2 سنين لما شفناه واتكلمنا معاه قرر ان هو يكون معانا ويرجع بلده تاني لخدمه ضحايا الحروق. وطبعا ده بالنسبه لنا وفر علينا سنين من الخبره بصراحه، ان هو يعني نقل كل خبرته لبلده تاني، وده شيء طبعا نفخر بيه جميعا. لكن كمان انتوا بتعملوا على تأهيل الناجين، لانه مريض الحروق ده يمكن احنا يعني فعلا انا سعيدة ان دي اول مستشفى متخصصه لموضوع الحروق، لكن كمان التأهيل بعد الحروق يا هبة بيبقى مهم جدا. احنا التأهيل النفسي والعلاج الطبيعي بيبتدي مع مريض الحروق من اول ساعة بيدخل فيها المستشفى، لانه العلاج الجسدي ده مهم جدا، العلاج الطبيعي عشان خاطر تقدري تمنعي الالتصاقات اللي بتحصل عشان ما يحصلش اعاقة بعد كده، والعلاج النفسي طبعا للأسف هما بالحالات بتبقى جاية مدمرة نفسيا من الحادثة، بيبقى كتير جدا منهم ناس عايزة تقدم على الانتحار. احنا حتى المستشفى ما فيش حتى جوه يعني التويلتس اي حته ما فيش مرايات لان هم ما بيقدروش يشوفوا نفسهم. فالتاهيل النفسي لضحيه الحرق والاهله عشان ازاي يعرفوا يتعاملوا معاه، ولطاقم التمريض والدكاتره، لانه التمريض بيتعامل مع الضحيه ومع المريض الحرق يوم كل يوم، وللاسف انت عارفه انت اوقات بتضطري انت تخدري الولاد عشان تعرفي تغيري لهم الشاش حتى على جسمهم من كتر الالم. هذا المستشفى قام بتبرعات المصريين، وطبعا بالدعم اللي انت قدمتيه وناس كتير قدمته. قولي لي رسالتك للمصريين ونحن في شهر كريم، وهو ده الشهر بتاع العطاء يعني والتكافل. اولا عايز اشكر كل واحد ساهم معانا في المستشفى سواء شركات او يعني او افراد
او بنوك يعني من غيرهم ما كناش قدرنا نوصل اللي احنا عملناه، واتمنى نكون احنا قدمنا فعلا مشروع يليق بمصر وخدمه جيده وطيبه لضحايا الحروق. وبدعوهم لإدارة المستشفى، أتمنى كل واحد يجي يشوف المستشفى، لأنه أنا عارفة إنه الموضوع مش سهل ومتعب جدا، بس فعلا مرضى الحروق محتاجين الناس تشوفهم وتسمعهم وتحس بوجعهم، وأتمنى جدا الناس تيجي تشوفهم ويعني ومحدش يأثر معانا، أو يعني يفضلوا يكرمونا بعطائهم المستمر، مش هقول لك اكتر من كده عشان نقدم خدمه على اكمل وجه طبعا ان شاء الله. وده شهر العطاء وده شهر الخير، ومستشفى اهل مصر لعلاج الحروق هي مستشفى اول مره موجوده في مصر، والحروق كتيره جدا عندنا، وانا عارفه ان انتوا كان لكم دور ايضا في علاج اهلنا في غزه اللي كانوا بيجوا لنا، فيعني الحقيقه لكم دور مهم يا هبه، وانت اصلا ليكي دور مهم في الاعمال الخيريه، فانا بشكرك وبدعو كل المصريين أن ينظروا لهذه المستشفى مستوى متميز جدا، فالحقيقة أن تبرعاتكم في هذه الأماكن هي تبرعات عن حق ومستحقة جدا، لأنها تبرعات لينا كلنا ولكل أهلنا. شكرا هبة السويدي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مستشفى حروق أهل مصر.